زفت. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ أنا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم أقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا، مش هينفع في التليفون. أنا هطفش يا خميس ومش راجعة. بس قبل ما أمشي ليك مصلحة عندي. أقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر أبويا وأمي. أنا هستناك. ما تعوقش. يلا، سلام. الله عليكي يا أبلة، ده أنا والمصحف الشريف صدقتك. إيه الحلاوة دي؟ ايش يا بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي ابقى كشفك في الضلمه، الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطره، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ فدينا خلاص بح، هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد طور اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ اه بس. بس ايه مالك؟ مالك اتخذت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، أنا مش راجع غير ودم من أفندينا مغازة إيدي دول عشان نقرأ الفتحة لروح المرحوم وناخد عزاء وإحنا راسنا مرفوعة. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة بتردي عليا. ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ليه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، محدش يتحرك. المساحة تسلميني يا رمانة، تسلميني الحكومة. هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا، قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده.
كله شمال. اتفضل. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. في ايه؟ ايه الصرع ده؟ عشان ايه؟ هي ليه مقامتش اللي عداد؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا جوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجه؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه بس الحكومه طبت وخدتهم كلهم على المديريه. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل. دي حكايه ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش وجع على طول اهو؟ يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءه كان عامل فيلم مع رمانه على خميس، لعبه كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمه تسليم اهالي للحكومه. رمانه؟ مين رمانه دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير خطه افندينا واللي المعلم براءه ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزق وتلتا. وانت كنت معاهم يا رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، واول الحكومه ما طبت علينا قلبت بالراحه كده عشان اجي ابلغ معاليك. هما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءه؟ براءه يا حاجه، طلعوا براءه، ما انت عارفه ابنك ودماغه ناشفه. معاني الحكاية يا حاجة كانت متظبطة على الآخر. وابن النوح كان هيلبس حكم جديد قوي، بس أفندينا بقى حن وقلبه رق وطلعوا منها زي الشعرة من العجينة ولا أجدعها بدران. لا الحكاية فيها إن خميس ما يعملش كده أوانطة، في حاجة في دماغه. دماغه إيه يا حاجة؟ بل بناها تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليلة كلها. صحيح لعبتها بحرفنة وجرت رجل براءة ولا أجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لأفندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجال وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ انت لسه شايل مني ولا ايه؟ ده انا رمان العشق اللي سكن روحك، مش ده كلامك ولا ايه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش انت اللي بتقولي كده؟ انت نسيت ولا ايه يا فندين؟ المشكلة اني مش قادر انسى. انت عايز تنساني يا خميس؟ انت عارفة كويس انا عايز انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك، حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلة حيلة، دفعت عمري تمنها، كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول ورقتين جواز. خليت بدران كتبهم ومضوا هنا شهود وانا مضيت هنا اهو. بجد يا خميس هتتجوزني؟ بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ اه معانا؟ هنا لا على النور والله. دي ورقتك خليها معاكي. ورقتي وورقتك خليهم معاك. يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي. كده؟ طيب ماشي ماشي. خلاص ماشي أنا هتصرف. بالسلامة. طمني يا معلم. براءة عمل إيه؟ ودوه فين؟ ما ترد عليا يا معلم. جوزك للمرة المليون يلف الحبل حوالين رقبتنا ويسيبه في إيد خميس عشان يفضل يشد.